قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قولنا إن كل صفات الله الفعلية ذاتية هو كقولنا إنها أزلية الثبوت؟ إيش؟ هل قولنا إن كل صفات الله الفعلية ذاتية؟ الصفات منها ذاتية كالوجه واليدين والكفين والأصابع والقدمين والساق والوجه، هذه صفات ذاتية، والسمع والبصر، هذه صفات ذاتية. ومنها صفات فعلية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنزول والاستواء، هذه صفات فعلية. نعم.